اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. السجق متحدد إقامته، يا إما طاجن يا إما بناكله سندوتشات، والبامية اللطيفة باللحمة الضاني لا تتنازل عن اللحمة الضاني. فإيه رأيكم نعمل النهاردة طاجن البامية بالسجق والسجق ضاني؟ إيه رأيكم؟ تعالوا نشوف نعمله ازاي بافكار بسيطه وسهله، ونغير من منظومه الباميه مع اللحمه الضاني. السجق مع اللحمه مع الباميه اكيد هيكون له طعم تاني، ولكن في تريكايه نشوف الشيف المغازي يعملها ازاي مع الكزبره الخضراء والكزبره الناشفه، الاثنين متحدين في الطاجن. معانا الرز بالشعريه هو عدل الطاجن ده، دايما الباميه والملوخيه يا اما تحبوا الرز بالابيض او رز ابيض يعني، او رز بالشعريه. هنعمله مع بعض النهارده بطريقه سهله وبسيطه. جاي بقى على بالي النهارده الفواكه حلوه جدا دلوقتي، وشايف الكمثرى وعندنا جوافه وعندنا عنب، فتعالوا مع بعض نعمل فطيره الفواكه بالجنزبيل والمكسرات. فطيره قيمتها الغذائيه عاليه جدا، وهنعملها بالعسل، لها تركايه برضو ازاي نقدر ان احنا نستغل وجود الفواكه، نقدر ان احنا نغير من طعمها مع فطيره حلوه او نعملها كومبونتو زي ما احنا عايزين. تفاصيل في الحلقه النهارده بسيطه وسهله، ولكن خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ايه حكايه باميه بالسجق. اول مره اسمع عنها، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. او هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي فواكه مشكله باللي موجود عندك؟ طبعا احنا شفنا الفواكه في المقدمه بتاعتنا، الطبيعي ان احنا بنقطعها، بنفصص العنب، بنقطع التفاح، التفاح بيسود مني يا شيف مغازي، الموز بيسود مني، على ما ابدا اشتغل اعمله فروت سلطة، اعمله فطيره، اخرج من المشكله دي ازاي؟ ببساطه شديده، محلول حمضي اللي هو عصير الليمون، والمقادير على الشاشه، عصير ليمون او برتقان، انزل الحموضه بينا، انزل اي اكسده بينا والمقادير على الشاشه. البرتقانه دي حلوه قوي، ناخدها كده واعصرها على الفواكه الحلوه دي كده بالشكل ده كده تقعد عندك اسبوع في الثلاجه، لا التفاح لونه يغير ولا الموز لونه يغير، وتاخد اللمعه الحلوه دي كده. بيسالوني على السوشيال ميديا شيف مغازي، بروح اشتري تورتايه من محل الحلويات واقول له عايزها بالفواكه، اخد الفواكه من المحل، بتكون بتلمع على التورتايه ولها لمعه كده لطيفه وجميله، ببقى عايز اخش جوه الباترينا اكلها، بس اروح البيت الاقي الفاكهه فيها ريحه مش طازه. طب نعمين طب اللمعه دي جت منين؟ هو ده الكلام بقى، ده اللي انا عايز ايه اركز فيه، لمعه الفواكه وبريق الفواكه. اخواننا الحلوانيه واللي بنى مصر في الاصل حلواني شاطر، بيجيبوا الجيلاتين، الجيلاتين البودر او الجيلاتين الالواح، دي نوعين، لا رائحه ولا شكل ولا لون، لونه ابيض كده، يتحط في ميه مغليه ويتدوب، يبقى لزج بفرشه كده ويمسك ان هو ايه على الفواكه، تقعد معاكي اسبوع، تقعد معاكي شهر، الفواكه واخده كفر خارجي لطيف وجميل من الجيلاتين، وانت شايفاها بتلمع وزي الفل، دبلت من جوه، طلعت ريحه من جوه، الكلام ده يبان وقت ما ناكل. فعشان كده انا بقول لك على التركايه. فايه المطلوب؟ وانت في نفس المكان تشوف الفواكه دي بطريقتك، انت تمسكها بايدك تشميها، تعرف ان هي طازه ولا مش طازه، في حاله ما عندكيش ثقه في المكان اللي بتاخد منه التورتايه. انا حبيت بس انوع عن الموضوع ده، يا نعم. تعالوا نشتغل في الفطيره بتاعتنا. هنعمل العجينه مع بعض، ادي الفواكه. وادي مقادير الفطيره. ونحط دقيق. حلو. عايز اعمل فطيره بمزاج. حلو زي الفل. المقادير بتاعتي بيض. حلو. رشه ملح على البيض رشه فانيليا على البيض في العجينه
بشرة ليمون على العجينة. زي ما انا شغال كده. حلو قوي. وابدا اعجن العجينة دي كده. وانا شغال ادوب البيض مع العجين. استعين بسمنة، استعين بزبدة، المادة الدهنية اختياري، يا زبدة يا سمنة، زيت لا، يا زبدة يا سمنة، زيت لا. البيض فين؟ اختفى. حلو. معانا زبدة، جو حر، احطها كده في قلب العجينة بالشكل ده كده. مع البيض مع الزبدة، وامسك الدقيق كده اعمله ايه؟ مبروم. عارفين المبروم؟ المفتول بيسموه في بلاد الشام، اللي هو الكسكسي. الله، كسكسي له مسميات كتيرة، يا مبروم يا مفتول. وانا شغال كده. نعم يا غالي. ما احبش العجانه انا على فكره، العجانه تحت مني اهيت والله، في الدولاب تحت مني، وعجانه لسه بكرتونتها، ما احبش اشتغل بيها. انا احب استطعم واحب اعيش قصه امي كده وحكايه امي، لا كان في عجانه ولا في خلاط ولا في كبه. اتكلم الصراحه يعني، ايد كده اهو، شفت ازاي؟ هو ده، هو ده. شفت مخرجنا؟ هو ده. فين البيض؟ فين الزبده؟ فين البيض؟ فين الزبده؟ فين البيض؟ فين الزبدة؟ جوه الدقيق. وانا شغال. اي حاجة هتحطها دلوقتي هتلملك العجينة دي. مية دافية ماشي، حليب دافي ماشي، عسل ماشي. فيها طعم الفانيليا؟ دي مهمة جدا. لسه ما خلصتش وانا شغال. حلو، تسلم ايدك يا عم الشيف. زي ما احنا كده. الله اكبر. خلي بالك، الرخامه او الكوانتر اللي انت شغاله عليه او الطبليه لازم تكون نظيفه، ما يكونش مكانها لا توم ولا بصل. شويه حليب اختياري، ممكن تكون انت عايزه تعملها بالميه عادي، خلي بالك دول كفايه اختياري. نجيب الكسرله ونبدا نشتغل. دي الفطيره بتاعتي. زي ما انا شغال كده. بتاخد منك وقت، معلش. العجانه مش هتعمل اللي انا بعمله ده. العجانه مجرد ما تشغليها على رقم 2 ولا رقم 1 هتعمل لك عجينه. انا عايز بقى ايه الحاجات ديت، اللي هو اللي بيطلع معايا ده كده. الاشكال الهندسيه اللي بتطلع معايا دي كده، الاشكال اللولبيه اللي بتطلع معايا دي كده. لولبيه، اقولها كده يا فاروق يا شفيق؟ لولبيه. شفت؟ حلو. نجيب الكسرولة بتاعتي. زي الفل يا عم الشيف. والم العجينة كده واخليها على جنب. مش هنفرد عجينة، ما تقلقش، مفيش فرد هنا عجينة، مفيش نشابة هنا، خلي بالك. موضوع مختلف النهاردة. حلو. نغير ده كده بقى. خلصنا من العجينة. الكسرولة هتخش الفرن معانا، مكانها هنا. فطيرة حصريا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، بالتركاية البسيطة السهلة. هناخد نص كمية الخليط ده وندخله الفرن كده. زي ما هو كده. وهيخش الفرن معانا.
المقادير على الشاشة تاني عبارة عن دي كوبايتين، لكل كوباية بيضة حلوة. حطينا فانيليا وحطينا برتقال، فانيليا ورشة ملح، حلو الكلام. ومسكنا العجينة زي ما حضراتكم شفنا كده، فركناها فركة كأننا بنعمل الكسكسي، ولازم تصبري عليها شوية، ده مهم جدا على فكرة. ليه يا عم الشيف المغازي؟ أفلفلها. بعد الفلفلة الحلوة دي يا عم الشيف بلمها بزبدة وحليب، بلمها بزبدة وحليب، وبعدين باخد نص الكمية واصبر عليها شوية، احطها في قلب الكسرولة بالشكل ده كده وادخلها الفرن. فين مكانها في الفرن يا عم الشيف؟ في منتصف الفرن. بسم الله. مكانها هنا، يلا بينا. اهي بص عليها كده، الله عليك. بس بيها شوية بقى، ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه المطلوب من الفرن؟ ان هو يكرمل لي العجينة بتاعتي بالشكل ده كده. طيب عندي بقية العجينة عايزها هنقول لحضراتكم هنعمل ايه فيها بعد كده. ومعايا فواكه مشكلة، الموز هقطعها عليها، فسيبوني مع تقطيع الموز تعالوا نشوفوا مع بعض الفطيرة بتاعتي. بص على الفطيرة وجمالها، بالله عليك بالله عليك تغازلها وهي طالعة من الفرن. هحطها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت الكرملة؟ هي دي الكرملة اهي، زي ما هي كده. الفواكه بتاعتي جاهزة، الموز، الله. انت لو انا عايز اسمعك صوت بالله عليك تقدر تجيبه لي؟ سامع الخربشه دي؟ سامع القرمشه دي؟ سامع الصوت اللي يجوع ده اللي هو ده؟ شفت الدقيق مع زبده مع بيض مع فانيليا مع شويه حليب؟ بسكوت. ننزل بالموز وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى. بجد يا شيف؟ عندي الجوجل اهوت مش بيكذب. الله، لسه ما خلصتش. دي فواكه بس نازلة على إيه؟ على تأسيس، هو ده. شوية الفواكه وشوية العصير دول أنا عايزهم. ركزي معايا بالله عليك. معايا الخلطة بتاعتنا، بص هحطها فين؟ فين؟ فين يا مخرجنا؟ أهي 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 أهي. مكان الشربطة يا شربطة. وأقلب العجينة دي كده بإيدي. برضو ما تعجنيهاش، اوعي يخونك إيدك وتعجنيها، أنا عايزها كده. وننزل بقى هنا كده. الله. درجة حرارة الفرن ما زالت، أنا عايز أحطها في الفرن عشان عندي رز بشعرية أبص عليه. شفت العجينة دي؟ فيها عنب، فيها تفاح، فيها موز. يلا بينا في الفرن. تطلع من الفرن يا عم الشيف وهي سخنة زي الفل، معانا عسل، ويجعل أيامنا عسل يا رب، قولوا أمين. عسل أطفى أولى زهرة برسيم، جايلي هدية من المنوفية، الرجالة الطيبين. مش دافع فيه فلوس، أصدقائي في المنوفية لما بيزوروني بيجيبوا لي عسل من المنوفية. تحية كبيرة كبيرة أوي أوي لمحافظة المنوفية. هناخد الخليط الحلو الجميل ده كده زي ما هو أهو. بص على الحلاوة دي كده، بص على الشقاوة، بص بص بص. في الفرن. بص عليها بالله عليك. ابعد خالص واسكت. حاضر يا فندم. يلا. ايه الجمال ده؟ فيها خبرة طوية كتير على فكرة، دي خبرة 30 سنة في قلب الفرن. كرملة الدقيق مع الزبدة مع البيض مع الحليب مع الفانيليا. خدونا في حتة تانية خالص. عينيا، الله عليك. يلا بينا. جاهز ولا نطلع ولا أقول لي معاك وقت قد إيه؟ لسه عايز 10 دقايق 5 دقايق على فكرة، عشان يبقى في مصداقية. يلا يا فندم. فطيرة فيها خبرة طهوية. لا والله استوت.
النور بتاع الفرن كان عكس. بص لي عليها كده مخرجنا، الله عليك وعلى والديك. عطشان يا اسمراني؟ لا مش عصير، اسقينا عسل، اكلنا عسل ويجعل ايامنا عسل. يا عسل، اكمل عسل زي ما انا؟ حاضر. اهو 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 اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده هو ده. الف هنا وشفا اللي ياكل منك يا فطيره يا حلوه. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه، فيها كلام كتير. فيها كلام كتير، وبعترف ان انا بتكلم كتير وان انا بخرج بره الموضوع، ما عشان احنا في 10 سنين مع بعض ولازم تفهموا مدرسه الشيف المغازي. بشربك وباكلك وبطعمك المطبخ وربكه المطبخ وفن المطبخ وطهي المطبخ وابداع المطبخ بمعلقه من ذهب، وبسهل لك الموضوع وحببك فيه عشان ما تمليش. عندك اولاد في البيت عايزين يشوفوا اللعبه على التلفزيون، عايزين يخشوا على القناه بتاعت الاطفال، كل الكلام ده انا ماليش دعوه بيه. تيجي الساعه 1 الشيف المغازي على القناه الاولى والفضائيه المصريه وبس. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.